السلام عليكم البنات كنتمنى تكونوا في احسن احوالكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد في القناه غادي نخدم معكم هذه الخدمه بلقيق ديال الزمرد بالالوان يمكن لكم تخدموها بلون واحد فقط حتى هي كتجي زوينه تبعوا معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا على طريقه الخدمه ديالها اول حاجه انا هنا درت بناء الغرز درت سته الغرزات واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته غنرجع فيهم دابا بالخدمه غادي نهز الغرز كاملين بستة بيهم دابا غندير غرزة في التوب غادي نخدم الغرزة الاولى وغادي ندخل عقيقه في الحرير ننقص غرزه ونخدم الغرزه اللي موراها ورجع عاوتاني ندخل عقيقه واحده اخرى في الابره نخلي عاوتاني غرزه وندخل الغرزه اللي موراها دابا بقات لي غرزه واحده غادي نخدمها وندير غرزه في الثوب نرجع في الخدمه غادي نخدم الخرزه الاولى وهذا العوينه اللي فيها دقيقه غندير فيها جغورز وحده من له وحده من هنا حتى هاد الدقيقه هذه غندير لها غرزه من هي وغرزه من تجي باش كتثبت معانا تبقى لي غرزه هنا غادي نخدمها وندير غرزه في الثوب دابا مباشرة غندخل عقيقة في الحرير وندير غرزة فوق هاد الخويط اللي كاين هنا فوق العقيقة اللي درتها من قبل ندير غرزة وندخل عقيقة واحدة اخرى غنقز هاد الغرزة ونخدم الغرزة اللي موراها يعني هاديك العقيق الخويط اللي تكونين فوق العقيقة اللي من قبل دابا ندخل عقيقة واحدة اخرى غنقز هاد الغرزة ونخدم اللي موراها يعني الاخيره دابا غندير غرزه في الثوب غادي نرجع ندير عاوتاني جوج غرزات لكل عقيقه غرزه من لهي وغرزه من هنا بهذه الطريقه هذه كل عقيقه كندير فيها جوج غرزات وحده من ديك من ديك الجهه وحده من هذه الجهه هذه بهذه الطريقه ديما دي جوج غرزات دابا ندير غرزه في التوب. وغندير غرزه عاوتاني هنايا الغرزه الاولى فهاد الخيط اللي اللي فوق العقيقه وعاد ندخل العقيقه واحده اخرى ونقز هاد الغرزه الثانيه ونخدم الثالثه ندخل عقيقه واحده اخرى ونقز عاوتاني هاد الغرزه الرابعه ونخدم الغرزه الخامسه بهاد الطريقه هذه غتبقى لي غرزه غادي تسل ليا هنا الحرير غنتفل الحرير في التوب ونرجع ثاني نجيب حرير جديد وندخلو في الغرزة اللي بقات ليا هنا الاخرانية نرك الحرير بهاد الطريقة هادي، عاد ندير غرزة في الثوب ونرجع في الخدمة عادي، هاد الغرزة اللولة غن- اللي عندي هنا في اللول غدي ندير فيها غرزة بهاد الطريقة هادي، والعقيقة غندير فيها جوج غرزات، واحد، جوج، وحدة من لهي وحدة من هنا حتى هاد لقيقة كدلك غندير فيها جوج غرزات واحد جوج تبقى لي الغرزة وحدة هنا. غرزة وحدة هنايا وغادي نخدمها وعاد ندير غرزة في التوب دابا غادي نهز هاد الغرز عاوتاني بستة كاملين واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة حتى دابا غندير غرزه في الثوب وغرزة فيه عاوتاني مره اخرى في الخدمه نخدمو بسته كاملين نرجع ندير غرزه في الثوب ارجعوا تاني مره اخرى واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة ده باندرعوا تاني غرزة في التوب ارجع فيهم في الخدمة بستبيهم ونخدمهم كاملين نرجع ندير غرزه في الثوب دابا غادي نرجع نخدم زواقة ثانيه بالعقيق نخدم الغرزه الاولى وعاد ندخل عقيقه غنقز هاد الغرزه هذه ونخدم اللي موراها وندخل عوتاني عقيقه وحدة اخرى ديما كنقزو غرزه عاد كنخدمو اللي موراها غتبقى لي غرزه هنا في الاخر غنخدمها وندير غرزه في الثوب ونرجع نخدم هاد الغرزة هذه وندير جوج غرزات في هاد العقيقة وحدة من لهي وحدة من هنا تا هاد العقيقة هادي كذلك غندير فيها جوج غرزات ونخدم هاد الغرزة اللي بقات لي هنا في الاخر دابا ندير غرزة في التوب ومباشرة غندخل عقيقة واحدة اخرى غادي نخلي هاد الغرزة الأولانية ونخدم الغرزة الثانية يعني هاد الخويط لي فوق العقيقة اللي خدمت من قبل، غندير فوق منو غرزة بهاد الشكل، وغادي ندخل عقيقة ثانية نخلي هاد الغرزة ونخدم اللي موراها، وغادي ندخل العقيقة التالتة غادي نخلي غرزة ونخدم الغرزة الأخيرة، دابا غندير غرزة في التوب ورجع ندير جوج غرزات في هاد العقيقة وحدة من لهي وحدة من اللي هنا تا هاد العقيقة هادي غندير فيها جوج غرزات كذلك هاد العقيقة اللي بقات لي هنا تاهي غنخدموها بجوج غرزات واحد جوج غرزة من لهي وغرزة من هنا دابا ندير غرزة في التوب غادي نخدم الغرزة الأولى وغندخل عقيقه وغنخلي الغرزه الثانيه نخدم الثالثه وندخل عقيقه واحده اخرى نخلي الغرزه الرابعه نخدم الخامسه وتبقى لي الغرزه السادسه غادي نخدمها وندير غرزه في التوب ونرجع تاني في الخدمه هاد الغرزه غندير فيها غرزه واحده وهاد العقيقه غندير فيها جوج غرزات واحده من لهي وحدة من هنا على هاد الشكل حتى دلاقيقة كذلك في جوج غرزات بهاد الطريقة هادي لي واحد الغرزة أخيرة غنخدمها وعاد ندير غرزة في التوب دبا غادي نرجع نهز ستة الغرز كاملين ونبقى غدا راجعة فيهم حتى تكون لي المسافة اللي بغيت يمكن ندير مسافة كتر من هاد المسافة اللي درت أنا يمكن ليكم ديرو كتر منها يعني تباعدو بين الزواقة دلاقيق وعاد تبداو زواقة واحدة أخرى يعني حسب الاختيار ديالكم دابا ندير في التوب ونرجع في الخدمه نهز هاد الغرز بالطريقه العاديه كما قلت لكم حتى كتكون لينا واحد المسافه بين الغرز بين الزواقه العقيق والزواقه الاخرى على حسب شحال بغيتوا المسافه اللي تكون بين الزواقه والزواقه عاد نبداو زواقة واحدة أخرى ديال العقيق بلون وحدة أخر ولا بغيتو ديرو نفس اللون ديروه دي تاهو كيجي زوين كنتمنى الخدمة اليوم تكون نالت إعجابكم وتجربوها إن شاء الله إلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله وشكرا